ليست ببعيدة عن معاناة المواطن السوري، هي معاناة القطاع الحيواني في الغوطة الشرقية، حيث تواجه تربية المواشي مشكلات كثيرة خلقتها سنوات عجاف من الحصار. انخفضت خلالها أعداد المواشي بشكل كبير، إذ سجلت الماشيات تناقصاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وصولاً إلى أقل من 15,000 رأس مقارنة ب100,000 رأس قبل الثورة، ما عزاه بعض المختصين إلى نقص الأعلاف والأدوية وزيادة حدة القصف العشوائي على المنطقة الذي طال مزارع الإنتاج الحيواني، الأمر الذي دعا عدد من الأطباء لتشكيل وحدة إرشادية ونقابة للأطباء البيطريين لإعادة النهوض بهذه الثروة من جديد. كانت الغوطة هي مصدر أساسي للألبان والأجبان لدمشق. حاليا في ظروف الحصار المفروض من نقص الأدوية، من نقص الأعلاف، وذبح الحيوانات، لوحظ انخفاض كبير في عدد الحيوانات، عدا عن نقص العلف أدى إلى حالات الجوع عند الحيوانات والأمراض. نحن كأطباء حاولنا بعد محاولات من جمع كامل الأطباء والمراقبين في الغوطة الشرقية أنه نعمل تحت مظلة واحدة في سبيل نهوض الثروة الحيوانية، وحاولنا تأسيس نقابة في الغوطة الشرقية تحافظ على الثروة الحيوانية والنهوض فيها. يحق لكل عضو الترشيح. اجتماعات عدة متلاحقة حضرها معظم الأطباء البيطريين والمراقبين الفنيين في الغوطة، نتج عنها تشكيل نظام داخلي تلاه الإعلان عن نقابة الأطباء البيطريين الأحرار في الغوطة الشرقية بعد انتخابات حرة تم خلالها انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي ونقيب الأطباء البيطريين في الغوطة الشرقية، هدفها توحيد الجهود للنهوض بالثروة الحيوانية ورفع سوية المربيين من خلال نشر التوعية بين مربيي الماشية وتقديم الخدمات الطبية والأدوية وتقديم لقاحات مجانية كانت مفقودة منذ شهور. كان اجتماعنا اليوم الحمد لله إن شاء الله اجتماع قابل إن شاء الله، هدفه الأساسي تطوير الثروة الحيوانية في الغوطة الشرقية بعد الاندثار وبعد التدهور الكبير اللي صارت فيه الغوطة الشرقية. من فضل رب العالمين قدرنا نجمع إن شاء الله الأطباء البيطريين والفنيين البيطريين في الغوطة الشرقية لتأسيس الهيئة العامة للبيطريين الأحرار في الغوطة الشرقية لتطوير الثروة الحيوانية في الغوطة الشرقية ورفع سوية المربيين والفلاحين، ويكون الثروة الحيوانية الرديف الثاني في الغوطة الشرقية بعد القطاع الزراعي. جهود حثيثة ومستمرة يبذلها أهالي الغوطة لإعادة الثروة الحيوانية إلى سابق عهدها على الرغم من قلة الإمكانيات وضعف الموارد. هادي لمنجد أورينت نيوز، غوطة دمشق.